عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنوضح يعني ايه سيستم. هنضغط هنا على السيستم، ضغطتين هنا. اول حاجة بنسمي من تاب الجنرال بنسمي السيستم بتاعنا، وليكن مثلا نسمي اتش لوج سيستم. يبقى احنا كده هنخدم على المنظومة بتاعتنا باتش لوج. التشيلر احنا عارفين اللي هو ممكن يبقى فان كويل او اير هاندلنج يونت، يعني تشيلر مع اير هاندلنج يونت او تشيلر مع فان كويل زي ما احنا وضحنا في فيديو قبل كده في الاي سي تايب. بعد كده بندخل هنا حاجه اسمها تايب اكويبمنت. لو انت مش عارف انت هتجيب جهاز تكييف ايه، ممكن تخليه اندر ديفايند وتشوف الحمل بتاعك هيطلع ايه، وبناء على الحمل تقرر انت هتشتري ايه. ولو انت عارف يبقى انت تختار من حاجه من دي. لو انت اخترت باكج روف توب، دي معناها يعني واحدة من الباكج يتم تبريد الكوندنسر عن طريق الهواء. أما لو أنت اخترت باكج فيرتيكال يونت، يعني دي وحدة باكج بيتم تبريد الكوندنسر عن طريق المية. دي وحدتين باكج أشهرهم هي الروف توب. بعد كده عندنا هنا حاجة اسمها سبليت اير هاندلنج يونت. دي عبارة عن وحدة اير هاندلنج يونت مرتبطة بمكنة دي اكس ولتكن باكج. بعد كده عندنا هنا حاجة اسمها التشيلر اند اير هاندلنج يونت او التيرمينال يونت. التشيلر اند اير هاندلنج يونت ده التكييف المركزي الكبير، اما التيرمينال يونت لو ضغطنا هنا على التيرمينال يونت نلاحظ اللي فيه هنا حاجة تابة جديدة فتحت لنا هي اسمها الفنتيليشن. ايه المقصود بالفنتيليشن هنا؟ في التيرمينال يونت وحدات التيرمينال يونت ما بيبقاش فيه هواء فريش موجود معاها، فانت بتجيب الهواء الفريش عن طريق مكنة هواء لوحدها، يعني مكنة هواء فريش لوحدها منفصل عن التيرمينال يونت. وايه التيرمينال يونت؟ الاير سيستم. طيب عندك حاجه اسمها باكج دي اكس فان كويل. الباكج دي اكس يعني الشباك، اللي هو الشباك بالظبط، تكييف الشباك. عندك هنا حاجه اسمها اسبليت دي اكس فان كويل، المقصود بالسبليت دي اكس اللي هو الهاي وول والكونسيلد وخلافه. عندك تحت هنا حاجه اسمها التو بايب والفور بايب فان كويل. معنى التو بايب يعني فان كويل عادي خالص الدخل بتاعها ميه، بس هي تو بايب. تو بايب يعني بتحتوي على ملف في تبريد واحد فقط، اما فور بايب يعني تحتوي على ملفين، ملف تبريد وملف تسخين. تمام كده، يبقى ده الفرق ما بين التو بايب والفور بايب. كل دول تيرمينال يونت، وكل دول لازم تقول له الفنتيليشن بتاعهم ايه، دايركت فنتيليشن ولا كومن فنتيليشن. ايه الفرق ما بين دايركت فنتيليشن؟ دايركت فنتيليشن نلاحظ ان التبه اللي فوق دي مقفوله، اما كومن فنتيليشن نلاحظ ان التبه اللي فوق دي اتفتحت. الدايركت فنتيليشن يعني انت بتقول له ان مكنه التكييف اللي هي التيرمينال سواء باكج ولا سبليت ولا فان كويل، هواء الفريش اللي هيخش مباشر من غير عمليه معالجه. يعني ايه من غير عمليه معالجه؟ يعني هيخش بظروف درجه الحراره بتاعه الهواء الخارجي اللي هي ال 43 اللي انت دخلتها له في الوزر. طب لو انت قلت له كومون فنتيليشن، هتتفتح لك قائمه الفنتيليشن اللي فوق دي، فانت كده بتتحكم في ظروف الهواء الخارجيه. ظروف الهواء انت الخارجيه اللي هو الهواء الخارجي هتعديه على مكنة فريش اير اسمها فريش اير هاندلنج يونت، هتبرده شوية وبعد كده ترميه على المكان. طيب انت هنا بتدخل ظروف الهواء الفنتيليشن اير، حاجة اسمها الفنت ريكليم، هنا حاجة اسمها كولينج كويل. المقصود بالكولينج كويل اللي انت هتدخل الهواء الفريش ده على ملف تبريد اهو، تقوم راح قايل له هنا هيطلع لك درجة حرارة الفريش اير كام؟ 24 درجة مثلا، ترميه عندك على المكان. فده يمثل برضك حمل. ليه يمثل حمل؟ علشان انت المكان عندك انت عايز ترمي عليه هواء 14 درجة. طب واحد تاني يقوم قايل لي طب ما انا ادخل الهواء الفريش درجة حرارته 14، فانت بالتالي هتجيب مكنة فريش اير هاندلنج يونت تحتوي على كويل كبير. ليه كويل كبير؟ علشان انت هتبرد الفريش لغاية 14. تمام. ففي اغلب الاحوال احنا بندخل الهواء الفريش درجة حرارة 24، ده انت لو هتبرده. وفي بعض الأحيان إحنا برضك ما بنبردوش، بندخله على مكنة بنفلتره وبس، يعني بمجرد بنعمل له فلتر وبس. تمام كده؟ يبقى المقصود بكلمة الكولينج كويل اللي هنا، المقصود بيها بتتحكم في السيت بوينت بتاعة الفريش إير فقط. أهو. طيب ده في حالة إيه؟ في حالة التيرمينال يونت. لو كان دايركت التبة دي مقفولة، ده معناها يعني الهواء الفريش هيخش لك بدرجة حرارة 43 على المكان. طيب عندك حاجة هنا اسمها النمبر اوف زون، يعني عدد الزون. يعني ايه عدد الزون؟ عدد الاوض اللي ليها نفس الخصائص مع بعض هتحطهم على زونة واحدة. بمعنى ان انا مثلا لو انا قررت ان انا اجيب مكنة تكييف واحدة تدي للاوضة دي وللاوضة دي وللاوضة دي وللاوضة دي وللاوضة دي، لكل الاوض دي مع بعض،
مكان التكييف دي، مكان التكييف اللي انا هجيبها دي لازم تخدم على مجموعة من الاوض لها نفس الخصائص. يعني ايه لها نفس الخصائص؟ يعني مثلا هما كلهم غرف مرضى، كلهم معرضين للشمس من الاتجاه ده، ومثلا من الاتجاه ده اوضة واحدة والاوضة التانية من الاتجاه التاني، فدول كلهم هيبقى ليهم الحمل الاسوائي في ساعة واحدة، مش هيكون الحمل الاسوائي هنا مختلف عن هنا مختلف عن هنا. اما مثلا ما تجيبش مكنة تخدم هنا وتخدم هنا تحطهم لي في زونة واحدة. طيب مثلا الطرقة دي ممكن تقوم حاطط الطرقة دي كلها على زونة، ممكن حاطط الثلاث اوض دول كلهم على زونة، وممكن الاوضة دي الوحيدة تحطها ايه على زونة، او ممكن تجيب مكنة تخدم الاوضة رقم 10 و7 و8 و9 والصالة كلهم تبقوا على زونة واحدة، وده كله يبقى ايه على زونة واحدة. سواء كده او كده ده ترجع للمصمم. فاحنا ممكن هنا نحطهم على 3 زونات، نحط مثلا الاوض دي زونة والصالة زونة والاربع اوض دول مع بعض ايه في زون. فاحنا هنا بنكتب ايه نمبر اوف زون فقط لا غير، عددهم كام؟ 3. طبعا احنا هنشتغل بنظام الاتشرار، وهنا عندنا بقى في نظام الاتشرار الاير سيستم عندنا حاجة اسمها سي اي في، وعندنا حاجة اسمها في اي في. الفرق ما بين السي اي في والفي اي في، السي اي في كونستانت اير فوليوم، يعني تدفق الهواء ثابت في المكان ما بيتغيرش، اما الفي اي في تدفق الهواء في المكان متغير. او يعني نوضحه بمثال عملي، في نظام السي اي في ده معناه ان في عندي هنا ومكنه بتخدم على كذا اوضه، دول كلهم مثلا الثلاثه دول زونه واحده، فهنا مثلا الاوضه دي عايزه 500 سي اف ام، ودي عايزه 500 سي اف ام، وهنا عايزه 500 سي اف ام، فجهاز التكييف ده هيطلع 1500 سي اف ام. وايه السي اف ام ده؟ كيوبيك فيت بير مينيت، ده معدل تدفق الهواء، تمام كده؟ طيب هيطلع من هنا يدي هنا 500، ويدي هنا 500، ويدي هنا 500. بيبقى في عندي في نظام السي اي في ثرموستات واحده بس، اه دي الثرموستات، الثرموستات دي بتقرا من اوضه واحده بس اللي هي وليكن الاوضه دي. فمثلا انا ظابط الثلاث اوض، انا عايز الثلاث اوض يكون درجه الحراره فيهم 24 درجه سيلسيوس و50% رطوبه نسبيه. لو الأوضة رقم 6 وصلت لل 24 قبل الأوضتين الباقيين، مكنة التكييف هتفصل. ليه؟ علشان هي حققت الحمل في الأوضة اللي فيها الثرموستات. طيب وباقي الأوضتين، باقي الأوضتين للأسف مش هيوصلوا لل 24 درجة سيليزياس. ليه؟ علشان في نظام السي اي في هو ثرموستات واحدة بس بتبقى في يعني بتبقى في على المكنة مربوطة بثرموستات واحدة بس. طيب النظام ده بيبقى حلو فين؟ بيبقى حلو في طرقة، يعني طرقة زي دي أرمي فيها الهواء، مش ارمي في اوض بقى، ارمي في الاوضه دي، عشان انا احط مثلا الثرموستات هنا واحد، فهيقرا ايه المكنه هتقرا منه. اما في الاوضه يفضل استخدم جهاز اسمه السي اي في. ايه الجهاز ده بقى؟ ناخده كده نشوف ايه قصته وبيشتغل ازاي. احط هنا جهاز في كل اوضه، سي او بي انتر، في كل اوضه احط فيها الجهاز اللي هو اسمه الفي اي في، اللي هو اسمه فاريبل اير فوليوم. فاريبل اير فوليوم ده الجهاز ده، الاوضه دي عايزه 500 والاوضه دي عايزه 500، ما عادش بقى عندي الثرموستات، ده بقى عندي في اي في. بيحصل كالاتي، ان المكنه دي بتكون مربوطه بثرموستات الجهاز ده، ومربوطه بثرموستات الجهاز ده، ومربوطه بثرموستات الجهاز ده. تمام كده، مربوطه بالثرموستات دي. طيب الاوضه دي عايزه 500 والاوضه دي عايزه 500 والاوضه دي 500. طيب لو هنا الاوضه دي وصلت للحمل، الفي اي في هتبعت اشاره لمكنه التكييف تقول لها ان الاوضه رقم 6 وصلت للحمل، فخلاص اقفل الدمبر هنا، يقفل الاوضه، ما عادش في هنا هواء يخش. مكنه التكييف بدل ما هتطلع 1500 هتطلع 500 هنا و500 هنا بس، فعشان كده المروحة اللي هنا هتبقى مروحة variable air speed مش constant speed، متغيرة السرعات، علشان تبقى متغيرة التدفق، تدي هنا 500 وتدي هنا 500. مثلا الأوضة رقم 5 وصلت للحمل بتاعها، فده يبعت إشارة لمكنة التكييف تقول له طلعني من الخدمة خلاص، 5 و6 ما عادش بديهم، فبدل إيه؟ بدل المكنة رقم 4 بس، اللي هي الـ VAV، عبارة عن صندوق بوكس، صندوق بوكس وفيه دمبر. دمبر ده يعني حاجة كده بالمنظر ده، حاجة زي ايه،
مفتاح بيفتح ويقفل، حنفية بتفتح وتقفل، تمام كده؟ ده ال VAV. فعشان كده احنا هنشتغل بنظام ال VAV. يقول لك هنا عدد الزون قد ايه؟ اقول له مثلا عدد الزون 3. طيب ده في الحالة دي يعني انت شغال اير هاندلنج يونت نظام تشيلر واير هاندلنج يونت. طيب لو انت هتشتغل هتجيب لكل اوضة مثلا مكنة صغيرة وليكن فان كويل، او تجيب مثلا لكل 3 اوض فان كويل، ففي الحالة دي هنشتغل هنا نخلي ده تيرمينال يونت ونخليه 2 بايب ونقول له عدد قد ايه؟ 3 زون، ونقول له كومن فنتيليشن، ونخش هنا على الفنتيليشن نظبط هنا درجة الحرارة، نخلي كولينج كويل نخليه مثلا 24 اللي هي 23.9، ده معناه الهواء ايه؟ الفريش. نفس القصة بالظبط، بس احنا نشتغل على المركزي وليكن كده في اي في عدد الزون مثلا 3. طيب واحد تاني يقوم راح قايل لي طب ما مثلا انا عايز اخلي الاوض دي والاوض دي على مكنة اير هاندلنج يونت، اما الصالة اجيب لها فان كويل. ففي الحالة دي انت هتقوم راح قايل له بقى السيستم ده اير هاندلنج يونت عدد الزون فيه 2، وتعمل سيستم تاني تدخل فيه الصالة لوحده، يبقى عدد الزون فيه ايه؟ 1. وده ممكن نعمله دلوقتي او نخليهم 3 وخلاص، تمام كده؟ يبقى كلهم على مكان واحد. السيستم كومبوننت بتتكون السيستم كومبوننت من حاجة اسمها الفنتيليشن اير والايكونومايزر والفنت ريكليم والبري كول والبري هيت والدي هوميديفيكيشن، هتلاقيها مش متفعلة، لو ضغطت كنسل ورجعت تاني هتلاقيها اتفعلت. شيلر في في عددهم 3، ونيجي نكتب هنا تشيلر سيستم، نيجي هنا على سيستم كومبوننت تلاقيها اتفعلت عليها، تمام كده؟ الهيوميديفيكيشن يعني جهاز بركبه يزود الرطوبة، الديوميديفيكيشن جهاز بركبه بيقلل الرطوبة، السنترال كولينج ده ملف التبريد الأساسي اللي موجود جوه الاير هاندلنج يونت، عندك هنا السبلاي اير، عندك هنا الضغط سيستم، عندك هنا الريتر. ده مكونات الاير هاندلنج يونت، هتكون مكوناتها عاملة ازاي؟ كل قطعة من دول هنشرحها بالتفصيل في الفيديو القادم إن شاء الله.